تصاعدت في بغداد وعدد من محافظات العراق حالات الاعتداء على منتسبي شرطة المرور لتصل أخيرا إلى الاعتداء لفظيا وجسديا على ضابط بشرطة المرور في بغداد، الأمر الذي يعزوه خبراء قانونيون إلى نفوذ المعتدين لدى أجهزة رسمية وقوى سياسية جعلهم يتسلطون على منفذي القانون في الشارع العراقي. أحدث اعتداء على شرطي المرور هو ما قامت به سيدة وشقيقها في بغداد. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي تعتدي لفظيا على ضابط شرطة مرور برتبة ملازم وتحاول ضربه بكتلة إسمنتية تعرف في بغداد باسم المقرنص خلال تأدية واجبه الميداني وتحرير مخالفة لسيارتها لعرقلتها السير. لنتابع. اعتدت علي او ضربتني وانا ملازم بالمرور. اعتدي علي هاي البنيه، هذا رقمها، واعتدى على هذا. تتعدى علي بالبلوك. وأعاد هذا الاعتداء إلى الواجهة ما تعرض إليه العديد من منتسبي شرطة المرور في العراق، لا سيما في العاصمة بغداد. وكان واحد من أبرز تلك الاعتداءات قيام عدد من المواطنين مجتمعين بالاعتداء على شرطي مرور في تقاطع منطقة الشعب شمال شرق بغداد. لنتابع. عكوي المرور هاي مدافع. ويا المرور هذا الولد، هذا المرور عركه ليش؟ شوف هذا شلون يدافعون ويردون يضربون بالمرور. شوف ووفقا لقانون العقوبات العراقي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على موظف أو أي مكلف بخدمة عامة أو مجلس أو هيئة رسمية أو محكمة قضائية أو إدارية أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح أو أذى، وقد تصل إلى الإعدام إذا أفضى الاعتداء إلى وفاة الموظف.